حرية 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 سلمية سلمية ضد الحرامية سلمية. الإعلام العربي عم يعمل تغطية على السودان، يعني تعتيم إعلامي حتى يطفئ الثورات في المنطقة العربية وما يخليها تتمدد. ببساطة لأنه ثورة السودان هي ثورة حق وثورة بسطاء، فما لاقت لسه الأيدي الخبيثة اللي تلعب بثورتهم. ما في مصالح لدول في السودان حاليا. بعد فترة وجيزة بجوز يصير في دول تدخل على الخط تأزر الرئيس السوداني ضد الشعب السوداني، وراح يصير في زخم إعلامي مثل حاليا في الثورة السورية، لأنه كل حكام العرب خوانة مثل ما بتعرف، وما عم يحكموا شرع الله بالأرض، فيطلعوا ضده ويضلوا إيد وحدة ويتعلموا من ثورتنا. يعني نحن هون نصبنا قادة، يعني مثل يعني يتبرجوا على ملف الغوطة، لأن العالم كله عمل على تفشيل ثورات الربيع العربي. نعم، ممكن ضعف وسائل الإعلام، ممكن بدها فترة لتنضج الثورة كمان. بشكل عام السياسة العالمية هي ضد مصلحة الشعوب. الدول الغربية ما إلها مصالح، أو الدول الاستعمارية ما إلها مصالح طالع هذا الشيء على الإعلان. خوف الشعب من موضوع القمع، مثل ما النظام السوري بلش هنا القمع في الشعب السوري، بلش النظام السوداني هناك. أنا بوجه رسالة للأخوة السودانيين المتظاهرين الأحرار أن يستمروا بالثورة حتى إسقاط هذا الدكتاتور، لأن إسقاط أي دكتاتور عربي هو بالتأكيد نصر لكل الشعوب العربية ومقدمة لإسقاط دكتاتوريات أخرى متجذرة. بقول لهم أنه يكون قرار داخلي ما يرتبط بالخارج. أنا برأيي أن أخوان المتظاهرين يعني يتكاتفوا يكونوا إيد وحدة، ويكون قرار واحد، ويكون لهم قيادة هن يختاروا أشخاص صالحين يقودوا المظاهرات اللي عندهم. يعني أمر طيب، وإن شاء الله أني يعني أنا بتوجه لهم رسالة أنه يبقى بهذا الأمر، حتى ولو كان أنه مثلا صار فيه مثل ما صار بالشعب السوري وبليبيا ومصر وباقي الشعوب العربية اللي قامت ثورات على حكامها.